والريحان يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتمتشي الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان، والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان، والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان، والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان، والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتمتشي الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.
قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان تنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. آه
قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات تنتشر الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل السلام السلام السلام. الله 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 الله. سلام السلام السلام السلام. الله السلام السلام السلام. الله 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 الله. سلام السلام. السلام السلام السلام. الله الله الله.
السلام 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 الله 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 سلام السلام 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 الله
السلام 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 الله 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 سلام السلام 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 الله 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 سلام السلام 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 الله 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 سلام السلام 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 الله السلام السلام الله 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 سلام السلام 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 السلام الحمد لله وحده والصلاة ao piso inferior, está preparado, portanto, toda a estrutura técnica para assistirem ao programa. As senhoras que se encontram no piso superior, peço encarecidamente para se dirigirem-se para o piso inferior, que é denominado por Salão Nobre, onde está toda a estrutura para se visualizar o programa com toda a calma. Como eu estava a referir,
A nossa intenção seria de 4, mas devido à cabimentação passámos para 3 questões. Eu, num dos das intervenções por lápis, referi que então vão ser 4 questões, são apenas 3 questões para os candidatos de Quran Kamila. Inshallah, we'll begin today with Farouk Diallo from Guinea. السلام 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 الله 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 السلام 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 الله السلام 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 الله 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 السلام 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 السؤال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تقولوا كالذين ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب حسبك السؤال الثاني فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فلما البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حسبك السؤال الثالث وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي. القراءة صحيحة بالضم، استمر، قراءتك الأولى صحيحة. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. حسبك، شكرا، بارك الله فيك. ما شاء الله. Now we are calling Muhammad Sihnin from France. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Just a reminder that the participant earlier, he read in the qira'ah of Warsh an Nafi'. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فيما كنتم فيه تختلفون.
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين آمنوا وعملوا فأما الذين كفروا فأعذبهم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حسبك. السؤال الثاني. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. حسبك. السؤال الثالث. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون وإن تكذبوا فقد كذب وإن تكذبوا فقد كذب وإن يكذبوا فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة إنه عليم بذات الصدور ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حسبه. بارك الله فيك. Now from United Kingdom, Nahid Ahmed. Este concorrente acabou de aterrar esta manhã, vindo diretamente, mashallah. Por isso é que está um pouco perdido, não acompanhou os primeiros dias, mas alhamdulillah, veio de viagem esta manhã, diretamente para participar no concurso. Allah Ta'ala recompensa, inshallah. السؤال الأول، اقرأ من قول الله جل وعز: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين حسبك السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. حسبك. اقرأ من قوله تعالى. السؤال الثالث والأخير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. إن الله لا إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويرسل الصواعق ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين
فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. انتهت الأسئلة. Now from Mozambique, Razak Musa. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم حسب السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله قل من رب السماوات والأرض
قل الله قل أفاتخذتم من دونه لا يملكون قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينكث ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم النار ومأواهم جهنم وبئس المهاد حسبك السؤال الثالث اقرأ من قول الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وتركنا عليهما وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين حسبك انتهت الأسئلة ما شاء الله our next contestant from France أسامة محمد السلام 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 الله 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 السلام 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 الله 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 السلام 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 أقرأ من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا
ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. حسب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حسبك. أعيد آية. فلولا نفر من كل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا،
إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ولوطا إذ قال لقومه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون حسبك ما شاء الله Now from Uzbekistan Zuhruddin Kusnitdinov. على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم
به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن قالوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن إلا قليلا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه والله غفور واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهم فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حسبك يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولا يأتل أولو الفضل منكم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يوم إذ تلقونه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا ولهم في الآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر
إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي مستطر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر حسبك الله بارك الله فيك Inshallah, now we are going to stop the program for lunch and we'll restart after Zohar, inshallah. Jazakallah. السلام
السلام الله السلام 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 الله 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 سلام السلام السلام السلام